السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد مشاهدي الكرام، هيا بنا إلى شهد الكلمات، إلى سحر الكلمات، إلى الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأولياء، ننهل من علومهم ونتعلم من آدابهم ونغترف من مسالكهم، لعل الله تبارك وتعالى ينعم علينا بحسن الفهم عنهم وبمرافقتهم تحت لواء سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله ورضي عنه: ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، ثلاثة أمور، ثلاثة خصال، ثلاثة أخلاق تؤدى إلى البر والفاجر. ما هي هذه الثلاثة؟ يقول: الأمانة والعهد وصلة الرحم. الله، ده كلام زي ما بنقول كده، كلام في الجون. يعني تعالوا ننظر إلى معاملاتنا وإلى معاملات من يدعي الالتزام منا. أول ما يفعله أن يقطع رحمه. لما تقطع رحمك؟ لأن فلان ربما كان عاصيا لله، لأن فلان منفلت، لأن فلان لا أطمئن إلى أكله وشربه، مش عارف إذا كان بيأكل من حلال ولا من حرام، أصل فلان بيشتغل في البنك على أساس أن اللي بيشتغل في البنك يعني حرام، يعني أصل فلان بيتاجر مش عارف في كذا، أصل فلان بيشتغل في مش عارف فين. طيب وبناء عليه، هو فلان ده يبقى خالك، يبقى عمك، يبقى ابن عمك، يبقى بنت خالك، بنت عمك، فيبدأ بقطيعة الرحم. لما؟ يعني أنا خلاص أنا التزمت وأصبحت متدينا ومن الله علي وتفضل الله علي وأصبحت في طريق الله، فلا ينبغي أن أتعرف إلى أمثال هؤلاء. لما؟ قال: لأنني أبغض في الله، ولذلك أنا أبغضهم في الله لمعصيتهم. هذا فهم خاطئ، هذا فهم معوج لا علاقة له بدين الله. انظروا إلى هذا الكلام الجميل الطيب، هذا الكلام الممتع الذي خرج من قلب فهم ووعى هذا الدين العظيم وعلم ما فيه من جمال ومن رقي ومن سلوك ومن خلق. قال ثلاثة سيدنا ميمون بن مهران، وهو من كبار العباد والزهاد والعلماء، يقول: ثلاثة أمور تؤدى للبر والفاجر أيما كان، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا: الأمانة والعهد وصلة الرحم. وقد بر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاه وكان مشركا، فأرسل له بهدية أخذها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير من ديباج، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا يحق أو لا يحل للمسلم أن يلبس حريرا. فلما أعطاها لسيدنا عمر كهدية انزعج سيدنا عمر وقال: يا رسول الله، أتعطيها لي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: يا عمر، لم أعطيك إياها لتلبسها، إنما لتهديها، يعني اعمل بها واجب، اعمل بها جميلة عند حد وهديها. قال: فأهداها عمر لأخ له مشرك في مكة، صلة رحم، يبره ويحسن إليه ويتعامل معه بأخلاق الإسلام، ولم يقاطعه لأنه مشرك أو لأنه كافر، إنما وده ووصله. وكذلك فعلت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، لما قالت: جاءت إلي أمي وهي راغبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في فترة الهدنة والصلح بين النبي وبين المشركين، وكانت مشركة، فوددتها وأكرمتها. أمها وجب عليها برها. إذن ثلاثة تؤدى للبر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. طيب، والأمانة
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصادق الأمين حال هجرته من مكة إلى المدينة استخلف سيدنا علي بن أبي طالب وكان صبيا صغيرا، استخلفه على ماذا واستبقاه لماذا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم؟ استبقاه ليرد عنه ودائع المشركين التي كانوا يجعلونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، يعادونه بالنهار ويسبونه بالنهار ويؤذونه بالنهار ويذهبون إليه بالليل يضعون عنده ودائعهم الثمينة التي يخافون عليها، لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيستبقي سيدنا عليا ليرد هذه الأمانات إلى أصحابها الكفار المشركين. ونظرنا في زماننا هذا وقبله بسنوات قليلات إلى من يدعي الالتزام ويدعي العمل بالكتاب والسنة ويدعي الجهاد في سبيل الله، وجدناهم يقتحمون محلات غير المسلمين. لما؟ قال لك أموالهم حل لنا، أموالهم حل لنا، في أي دين وفي أي عهد وبأي ميثاق وبأي كتاب؟ ومن أين لكم أن استحللتم أموال الناس هكذا؟ أناس أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ذمته وذمة الله، وجاء هؤلاء ليخفروا الله ورسوله في ذمته، فاستحلوا أموال غير المسلمين. لما تفعل ذلك؟ قال لك لأستقوي بها على الجهاد في سبيل الله. الله غني عن أموالك، والجهاد في سبيل الله غني عن أمثالك. أي جهاد هذا الذي تجاهدون فيه وأنتم تصدون عن سبيل الله، وتبغضون الله إلى خلقه، وتبغضون دين الله إلى البشر أجمعين، وأنتم وصمة عار في جبين هذا الدين العظيم الحنيف السمح؟ هؤلاء هم الذين فهموا هذا الدين ونقلوه إلينا غضا طريا. سيدنا ميمون بن مهران يقول ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، لا علاقة لها بصلاح ولا بفساد ولا بكذا ولا بكفر ولا بإسلام ولا بإيمان: الأمانة والعهد وصلة الرحم. أمانة وعهد وصلة رحم، نعم، لأن حسن العهد من الإيمان، ولأن المؤمنين عند شروطهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة لمن ائتمنك، أيا ما كان، أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فمن سرقك إياك أن تستحل سرقته، فمن غدر بك إياك أن تستحل الغدر به، فمن خانك إياك أن تستحل خيانته، لأن هذا يصادم حديث وأوامر وتعليمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. وسيدنا ميمون يعلمنا أن هناك ثلاثة تؤدى للبر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله تعالى تبارك وتعالى صلاحا لأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.